مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خطة التنمية الشاملة خطة متكاملة في جميع ركائزها. هذه الخطة تحظى بأهمية بالغة نظرا لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية وكذلك الدولية، التي تستوجب ضرورة رسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الأهداف. عملية المنهج تعكس إدراكا واعيا بالمتاح من الإمكانات وتوظيفها توظيفا صحيحا. رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ينطلق في دولة الكويت في الرابع من شهر فبراير المقبل المعرض الدولي 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، والذي ينظمه النادي العلمي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ويشارك في المعرض الدولي للاختراعات أكثر من 160 مخترع يمثلون 40 دولة على مستوى العالم من خلال 200 اختراع، بينهم 21 مخترع كويتي يملكون 21 اختراع، وتبلغ قيمة الجوائز 100,000 دولار. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تنطلق في دولة الكويت فعاليات المعرض الدولي 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. يقام هذا المعرض تحت الرعاية السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهذا المعرض هو المعرض 14. انطلق المعرض في عام 2007، وكانت فكرة انطلاقة المعرض من رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس إياد الخرافي. يشارك في هذا المعرض هذه السنة ما يقارب 40 دولة، وهناك ما يقارب 200 اختراع موزعين على 160 مخترع. طبعا احنا سنويا يعني نقيم هذا المعرض بدعم من العديد من الجهات في دولة الكويت، وخصوصا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والقطاع الخاص، وكذلك يشارك معنا سنويا مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون. أكثر من 160 مخترعا يمثلون 40 دولة على مستوى العالم يشاركون في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط من خلال 200 اختراع، من بينهم 21 مخترعا كويتيا يملكون 14 اختراعا، وتبلغ قيمة جوائز المعرض 100,000 دولار. من دولة الكويت يشارك معنا ما يقارب 21 مخترع كويتي لديهم 14 اختراع. قيمة الجوائز النقدية تقريبا 100,000 دولار، طبعا موزعة على عدة جوائز خاصة، أهمها الجائزة الكبرى قيمتها 15,000 دولار، وهناك جائزة النادي العلمي قيمتها 10,000 دولار، هناك جائزة معرض جنيف الدولي قيمتها 5,000 دولار، وكذلك هناك جوائز مقدمة من مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون قيمتها كذلك تقارب 15,000 دولار، موزعة على 3 جوائز، وتقدم يعني فقط للمخترعين الخليجيين. المخترعون الكويتيون يقارعون كبار مخترعي العالم في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط. ركيزة رأس المال البشري والإبداعي تتجلى بأبهى صورة لها من خلال المعرض الدولي 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، تحقيقا للرؤية التنموية لدولة الكويت كويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. وفي نفس السياق، دولة الكويت في خطتها التنموية تحرص على مستقبل الأجيال، لذلك أقام معهد الكويت للأبحاث العلمية معرض تنويري للتخصصات الجامعية لطلبة المرحلة الثانوية.
في ظل النمو المتسارع للمعارف واستحداث الوظائف وتجدد الثورات التكنولوجية حول العالم والذي يؤثر بشكل كبير على بلدنا ويغير من شكل سوق العمل، ما يشكل تحديا أمام العديد من القطاعات الحكومية لوضع خطط واستراتيجيات لحث الطلبة على الانخراط في الوظائف والتخصصات التي من شأنها أن توفر رأس مال بشري لدولة الكويت والذي يندرج تحت خطة التنمية الكويتية. وعملا بركيزة رأس مال بشري إبداعي، نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بدائرة تنمية القوى العاملة ندوة ومعرضا تنويريا عن التخصصات الجامعية والاختبار الوطني الموحد عن شروط القبول لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى المسارات الجامعية بمشاركة عدة كليات من الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية. المعرض يهدف إلى تنوير الطلبة بالتخصصات الجامعية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل إلى جانب تعريفهم بشروط القبول. وتعد المرة الأولى التي ينظم فيها المعهد هذه الفعالية، وذلك انطلاقا من دوره في تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية التي حرص على تقديمها منذ 50 عاما، ممثلة بالدورات التدريبية الطلابية واهتمامه بالجيل الناشئ. افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود الصباح مشروع المكشات 2 في الجزيرة الشمالية لجسر جابر على مساحة 50,000 متر مربع بتمويل من لجنة المشروعات الوطنية التعاونية والتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية. ويعد مشروع مكشات 2 نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت، ويتكون من 60 كوخ و 30 مطعم متنوع، إضافة إلى منطقة خاصة بألعاب الأطفال وسينما مفتوحة. ويستقبل المكشات الجمهور يوميا من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساء. وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود الصباح يفتتح رسميا مشروع المكشات رقم 2 في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر الأحمد على مساحة 50,000 متر مربع بتمويل من لجنة المشروعات الوطنية وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية. بفضل من الله اليوم نفتتح مشروع المكشات 2، وهو امتداد للفكرة الأساسية اللي أنشأت السنة اللي فاتت مكشات 1، مع وضع بعض اللمسات من إضافات لهذا المشروع. حرصنا من خلال هذا المشروع لهذه السنة أن يكون في مشاركات من المشروعات الصغيرة وأيضا من متلقي المساعدات في وزارة الشؤون. طبعا احنا دورنا في هذا المشروع هو دور تثقيفي واجتماعي، وأيضا هو دور سياحي. احنا هدفنا من خلال هذا المشروع انه يكون هناك متنفس للأسر، وأيضا بمشاركة الجهات الحكومية من أجل الأنشطة المختلفة اللي راح تكون موجودة في هذا المشروع. احنا سعيدين اليوم باللي شفناه من إنجاز. أنا أشكر جميع الأخوة اللي شاركوا في هذا المشروع. المكشات الجديد نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في دولة الكويت، يتكون من 60 كوخا و30 مطعما متنوعا، إضافة إلى منطقة خاصة بألعاب الأطفال وسينما مفتوحة. ويستقبل المكشات الجمهور يوميا من الساعة 3 مساء وحتى 11 مساء. افتتاح هذا صار يعني بجهود فريق العمل ولجنة المشروعات التعاونية الوطنية، وهدف اللجنة أساساً هو خدمة المواطنين اللي هم أساساً هم مساهمين الجمعيات التعاونية. فكانت توجيهات من معالي الوزير أن نواكب الأفكار الحكومية في زيادة نطاق الترفيه والسياحة في الكويت، وهذا اللي تم السنة اللي فاتت في مكشات 1، والآن احنا في مكشات 2 بشكل
أوسع وكمساحة ومن ناحية حتى الأنشطة. وزارة الشؤون الاجتماعية شريك تنموي نحو دعم السياحة والترفيه في البلاد. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتتح رسميا مكشاف رقم 2 الذي يكرس السياحة الداخلية والترفيه في دولة الكويت تحقيقا للرؤية التنموية كويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. والمزيد حول مشروع المكشات 2 ينضم معنا عبر اتصال هاتفي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز ساري المطيري. أستاذ عبد العزيز، أهلا ومرحبا فيك معنا. في البداية ممكن تكلمنا أكثر عن مشروع مكشات 2؟ يا أهلا فيك أستاذة. طبعا مشروع مكشات 2 يأتي استكمالا لمشروع مكشات 1 الذي تم أساسا بناء على توجيهات من مجلس الوزراء لدعم السياحة والترفيه في الكويت وبتوصيات معالي وزير الشؤون شيخ فراس سعود الصباح بتوجيه لجنة المشروعات الوطنية لإنشاء هذا المشروع مكشات 2 بتعاون مع المقاهي الشعبية واتحاد الجمعيات التعاونية. وتم هذا المشروع على مساحة 50,000 متر مربع. وشنو هي أكثر الفعاليات الموجودة هناك في مكشات 2؟ طبعا المكشات 2 يمكن هو المكان الترفيه بالكويت اللي شامل اكثر من نشاط، فشامل كترفيه للاطفال، العاب الاطفال او حديقه الحيوان، اضافه الى ان في نوع من التراث الكويتي سواء تراث الباديه او تراث البحري متمثل في وجود بيت شعر ومع مكوناته، بالاضافه الى بناء بوم من الاساس الاستكمال إن شاء الله يكون كامل في نهاية المشروع، بالإضافة إلى الأكواخ الكشتات تتكون من 60 كوخ تقريبا، وكذلك مسرح متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى مقر للمقهى الشعبي و30 بوث للتسوق و30 كوخ كمطاعم ومقاهي. وبالتأكيد أستاذ عبد العزيز أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في دعم السياحة في دولة الكويت، ممكن تكلمنا أكثر عن هذا الجانب؟ طبعا مثل ما قلنا هو بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر، وزارة الشؤون حريصة على التوافق مع توجيهات الحكومة، فكانت هذه المبادرة في مكشات 1 ومكشات 2 دعما للترفيه والسياحة في الكويت، ومواطنين الكويتيين والمقيمين يستاهلون أن يكون لهم مكان متنوع بالأنشطة، فحرصنا للأمان أن يكون فيه تنوع كبير جدا في الأنشطة. يمكن المكشات اليوم يمثل حتى أكبر معرض للوحات الفنية، يعني كل الأكواخ تقريبا يعني عددها 120 كوخ كلها عليها رسمات تراثية وتاريخية تمثل الكويت. مكانه يعتبر موقع في جسر جابر، يعتبر هم يعني موقع سياحي، سهولة الوصول له من جميع مناطق الكويت ومحافظاتها، التنوع فيه اهتمامنا حتى في البيئة وفي الزراعة وفي في الأجواء. المكان يعني راح يغطي أو يلبي رغبات جميع المواطنين بكل فئاتهم. نعم، وماذا عن آلية الدخول لهذا المشروع؟ وهل هناك رسوم والطاقة الاستيعابية للمكان بشكل عام؟ طبعا هو الطاقة الاستيعابية المكان مثل ما قلنا احنا مع المساحة 50,000 متر مربع، الطاقة الاستيعابية كحد أقصى 3500 زائر، رسوم الدخول 3 دنانير للزائر. طبعا اخواننا من ذوي الإعاقة معفيين، كبار السن معفيين اللي يحملون بطاقة المسن، بالإضافة إلى 4 سنوات وأقل معفي من الرسوم. وداخل طبعا الأكواخ لها قيمة دخول، وباقي أنشطة المكشات كلها تكون مجانية حسب الطلبة والرغبة، ما فيها أي رسوم إضافية. نعم أستاذ عبد العزيز، وهل من كلمة أخيرة تقولونها في هذا المقام؟ أنا أول شيء أتشكر من جميع الجهود التي بذلت في المكشات، تعاون الجهات الحكومية مع الوزير الأمانة ما قصر في تسخير جميع إمكانياته
في سبيل إنشاء هذا المشروع اللي تم إنشائه خلال يعني 30 يوم بالضبط كان جاهز كمنشأة، بالإضافة إلى الفريق العمل اللي عمل في المشروع. وللأمانة يعني هذا يثبت أن العاملين في الجهات الحكومية قادرين على تحقيق أي إنجاز. إحنا ما نبي نقول ينافسون القطاع الخاص، بس أثبتوا جدارتهم موظفين الحكومة في إنجاز والتنوع في تأدية العمل. نحن كذلك بدورنا نتوجه لكم بكل الشكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز ساري المطيري، شكرا جزيلا لك. ونحو ركيزة رعاية صحية عالية الجودة افتتحت وزارة الصحة مركز المطلع الصحي رقم 1 بمدينة المطلع السكنية. مركز المطلع الصحي سيقوم بتقديم الرعاية الصحية في تخصصات الطب العام وطب الأطفال وتطعيمات الأطفال كذلك، ورعاية الأمومة والحوامل، ورعاية مرضى السكر، ورعاية كبار السن، وعلاج الأسنان. كما يوجد بالمركز قسم للمختبرات والعمليات الصغرى. نحو العمل تحت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة والمدرجة ضمن خطة الكويت التنموية، تقوم وزارة الصحة بكافة جهودها وطاقاتها لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتطبيب في دولة الكويت. ومع التوسع العمراني والجغرافي الذي تشهده دولة الكويت بإنشاء مشاريع سكنية كبرى كمدينة المطلع، تأتي الرعاية الصحية على سلم الأولويات التي يتم إطلاقها لخدمة ساكني هذه المشاريع الكبرى. وبرعاية وزير الصحة افتتح أول مركز صحي في مدينة المطلع في الضاحية N11، ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة الوزارة للتوسع في مراكز الرعاية الصحية في المدن السكنية الجديدة. المركز يضم عدة عيادات، منها عيادة الطب العام وغرفة الطوارئ والملاحظة والمختبر، كما يقدم المركز خدمات التمريض والصيدلة وطب الأسنان وعيادة أمراض الطفل والنساء والولادة. رعاية صحية عالية الجودة تضعه وزارة الصحة على سلم أولوياتها لخدمة قاطني هذه المناطق الجديدة. احتفلت وزارة التربية بانتهاء أحد مشاريعها الضخمة التي عملت في الآونة الأخيرة على تنفيذها، وهي مشروع تنفيذ مدرسة البنين المتوسطة في منطقة صباح الناصر. المبنى يتميز بالتصميم المعماري الحديث وإدخاله لأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تزويد المبنى بالصبورات التفاعلية الذكية، حرصا منها على تطوير العملية التعليمية في دولة الكويت. تقوم وزارة التربية بكافة الجهود لتذليل الصعاب لإنجاح العملية التعليمية في البلاد، لصنع طرق تعليمية بارزة لتنافس فيها الدول المتقدمة في التصنيف التعليمي. وتماشيا مع خطة دولة الكويت التنموية، افتتحت وزارة التربية بعد جهود حثيثة مدرسة صباح الناصر المتوسطة للبنين والكائنة في منطقة صباح الناصر والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، والتي تعد أول مدرسة صديقة للبيئة من خلال نظام الطاقة الشمسية المتجددة. وتعمل المدرسة على النظام صديق للبيئة من خلال نظام الطاقة الشمسية المتجددة، كما أن المدرسة تسهم في ترشيد الطاقة الكهربائية بنظام التحكم الحساس الذي يستشعر الحركة. كما تبلغ مساحة المدرسة ما يقارب 18,000 متر مربع، وتحتوي على جناح إداري وجناح المعامل والمختبرات وجناح الورش والفصول بعدد 30 فصلا، ومنطقة المسرح وملحقاته، ومنطقة الصالة الرياضية المتكاملة، وساحات خضراء بنظام ري أوتوماتيكي. جهود متواصلة تساهم في رفع كفاءة المباني المدرسية وسهولة التعليم. تسعى لها وزارة التربية لتوفير البيئة الملائمة والمريحة للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية.
وعودة إلى وزارة الصحة، حيث قام قسم الباطنية في مستشفى جابر بتنظيم المؤتمر السنوي لمناقشة أحدث الإنجازات والتطورات الحاصلة مؤخرا، مع التركيز على الخدمات التشخيصية والعلاجية في مجال الأمراض الباطنية. حضر الحدث عدد من الخبراء والمختصين لتبادل المعرفة وتسليط الضوء على المستجدات في هذا الميدان الحيوي. نتابع. العلمي السنوي الأول، هذا المؤتمر أقيم على مدى يومين بمشاركة عدد من الخبراء، ويسلط الضوء على أحدث التطورات الطبية في الأمراض الباطنية وتخصصاتها التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الطبية بما يصب في خدمة دولة الكويت. المؤتمر تخلله 11 ورشة عمل تتناول الجوانب الإكلينيكية العملية لمساعدة الطبيب في ممارسة عمله وصقل المهارات من خلال المناقشة المباشرة من الخبراء. المؤتمر يشكل أهمية بالغة من حيث التوعية الطبية بمستجدات أمراض الباطنية وما يحمله من توعية لفريق العمل الطبي، إضافة إلى التوعية المريض بطرق العلاج والوقاية من الأمراض، حيث ناقش المؤتمر آخر مستجدات الطب الباطني بهدف تبادل الخبرات من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر وأهمية التشخيص لتحديد العلاج ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، علاوة على مناقشة آخر التطورات في علاج الأمراض الباطنية واستعراض آراء عدد من الاستشاريين لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين. كما سلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور حول الأمراض والتركيز على عرض آخر التطورات بتقنيات وطرق العلاج في الأمراض الباطنية، متناولا نموذج الرعاية الشاملة وخطط التحول الصحي للبرامج العلاجية، إضافة إلى جمع المختصين في برامج الرعاية للمرضى لتبادل خبراتهم في جميع جوانب الخبرات الطبية. جهود بارزة تقوم بها وزارة الصحة لرفع الأداء الصحي لكافة كوادرها والعاملين بها من أجل خدمات صحية عالية الجودة. مواكبة لإنجاز الخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية في مدينة المطلع السكنية لوزارة الصحة. يحتوي المركز الصحي التخصصي بمدينة المطلع على عيادات طبية وفق أحدث التصاميم، ومنها عيادات الباطنية والصحة الوقائية وعيادة العظام وجراحاتها وعلاج الأسنان وعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم خاص المختبرات والسونار، وصيدلية رئيسية، وصيدلية للعيادات التخصصية، وخدمات التمريض وكشف الطوارئ. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تواصل نجاحاتها على أرض الواقع، وهذه المرة من بوابة إنجاز مباني الخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، حيث سلمت المؤسسة مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي التخصصي في مدينة المطلع السكنية لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذه كاملا. تم تسليم مشروع المركز الصحي التخصصي بتاريخ 15/1. يتكون المشروع أو المبنى من عيادات تخصصية بالإضافة إلى مختبرات تفيد أهالي منطقة المطلع السكني. مساحة المشروع أو مساحة المبنى 9200 متر، مساحة مسطح المبنى 7500 متر. حاليا المركز الصحي جاهز، تم تسليمه حق وزارة الصحة، مشكورة قاموا بالكشف على المبنى، عندهم بعض الملاحظات البسيطة، جاري المقاول بإنجازها إن شاء الله، وخلال أيام يتم تجهيزه من قبل وزارة الصحة. المركز الصحي التخصصي الجديد في مدينة المطلع السكنية يحتوي على عيادات طبية وفق أحدث التصاميم، ومنها عيادات الباطنية والصحة الوقائية وعيادة العظام وجراحاتها وعلاج الأسنان وعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم خاص للمختبرات والسونار، وصيدلية رئيسية، وصيدلية للعيادات التخصصية، وخدمات التمريض وكشف الطوارئ.
المركز الصحي يتكون من طابقين أرضي وأول، ويتميز في التصميم المعماري الحديث بالإضافة إلى المواد المميزة في التشطيبات والتكسيات الخارجية. المركز الصحي يتكون من العديد من العيادات التخصصية. من العيادات التي يخدم فيها المركز الصحي عيادات الباطنية، تمريض رجال ونساء وأطفال، والعديد من التخصصات الباطنية والعظام والسكر والعيون. وإحنا هنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات المستفيدة نسعى حق الانتهاء في إنجاز المباني بالخطة الموضوعة. الجهود الحكومية تستمر بالتعاون بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات وجهات الدولة الرسمية في سبيل إنجاز كافة البنى التحتية والخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، خاصة في مدينة المطلع، على طريق توفير الخدمات العامة كاملة لقاطني المدن السكنية الجديدة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا بانوراما تنموية، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.